عمرك نزلت تحت عربيتك وشفتها؟ طب عمرك رفعت العربية على الكوريك ووقفت تحتها وشفت ايه فيها؟ طب تخيلت منظرها من الاكسدام الخلفي لغاية الاكسدام الامامي؟ طب شفت مكان نقل الحركة وكمان المحرك متأمن ازاي؟ المهندس امير فارس خبير السيارات قال لنا وشرح لنا بعد ما رفعنا العربية شفناها من تحت واحنا واقفين تحت الشاسيه من البداية للنهاية. طبعا مجرد موضوع كان هشام عايز يعرف ايه يعني كل واحد بيبقى لو نزل تحت العربية بتاعته ايه اللي ممكن هيقدر ان هو يشوفه. نبتدي من البداية خالص، بيبقى فيه الاكسدام بتاع العربية، وورا الاكسدام بيبقى فيه دعامة او تدريع جامد ورا الاكسدام اللي هو الفبر ده، انه هو بيدي للاكسدام الشكل بتاعه وكده هوت. بعد كده ما تتخش تبتدي تشوف الشكمان، دي عربية ليها شكمانين. بعد كده في التعليق الخلفي بتاع العربية. طبعا التعليق الخلفي ده او التعليق عموما بيبقى انواع كتير، ده من الانواع اللي هي المالتي لينك سسبنشن او متعدد الادرع، الازرع يعني. هنلاقي بص في كام مقص راكبين في العربية، ده اللي هو المالتي لينك سسبنشن، وده الغرض منه ان هو بيدي راحة للراكب طبعا عشان العجلة تتحرك بحرية. طب ورينا مكان نقل الحركة فين، وازاي مكان تانك البنزين متأمن من سخونة الشكمان. بعد كده هنلاقي فيه التانك بتاع البنزين وعليه شيلد عشان يعزل حرارة بتاعة الشكمان عن التانك بتاع العربية، ودايما طول ما انت ماشي هتلاقي فيه الشيلد ده بيعزل برضو عن الكابينة من الداخل الحرارة بتاعة الشكمان. بعد كده بنلاقي التعليق الأمامي للعربية وبرضو مالتي لينك سسبنشن، الكبالن إذا كانت جر أمامي، لو طبعا جر خلفي بيبقى فيه كورونا بقى بدل التعليق اللي ورا اللي احنا كنا شفناه ده، بيبقى فيه كورونا كاملة. وطبعا المحرك بتاع العربية بالعرض، وفي الفتيس المحرك ناحية دي والفتيس الناحية التانية. ده أمامي برضو زي ما احنا كنا بنتكلم، مالتي لينك سسبنشن برضو علشان راحة الركوب للمسافرين. طب ازاي مكان المحرك متصفح وازاي؟ كده العربية فيها تصفيح، دي عربية دي بالذات فيها تصفيح من العربيات اللي هي مصفحة من تحت، مقافل على الجزء السفلي للمحرك بالفتيس بالكامل، بحيث ان هو اي حاجة كمان عائق في الارض او كده هو يرتطم، ما يبوظش ما يكسرش الكارتيرة بتاعت الزيت او جزء من فتيس او حاجات زي كده هوت، فدي بتبقى حماية كويسة جدا للعربية. احنا حاولنا نعمل حاجة مختلفة عشان نكتشف عربياتنا طبعا من كل الزوايا، وطبعا كمان كلنا فتحنا مقدمة السيارة وكمان الحقيبة الخلفية واكتشفنا مواصفاتها بالكامل، لكن عمرنا ما حاولنا نشوف ازاي عربياتنا تم تأمينها لسلامتك وامنك. وبقابلني لو حد عرض لك هذا الفيديو الا احنا وبس. لو عجبك الفيديو من فضلك ما تنساش تفعل الجرس وتدوس على سبسكرايب ولايك عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا.